التفاعل مع سينجيب أبروبول القانون ونفذ للمعلومة هو صحيح موجود، لكن راهو يبقى ديما كما كان يحكي حبر على ورق، وخاصة بعد القوانين أو المناشير اللي خارجة مشهورة عدد الدربعة، اللي صحيح الرئيس أو الحكومة تراجعت أو علقت كما نجم يقول، لكن على مستوى جهوي يرى ما علقوش، معناه مازالوا يخدموا بنفس البرنسيب أن نفاذ المعلومة رموش موجود، يعانوا فيه المراسلين الكل بصفة كبيرة برشا، ما فماش حتى معناها قابلية من على مستوى محلي، معناها في الجهات ديما نحكي بحكم أنا ديما متواجد في الجهات، معناها ما عندهمش قابلية ديما الرجوع بالنظر إلى المدير العام أو رئيس المدير العام، وهذا ممنوع علينا والمنشور عدد الدربعة. وراهو الغريب في الأمر المنشور عدد الدربعة احنا بصفة عامة على مستوى جهوي تعرضنا له قبل ما ينشره، هو كان مسرب لدى منعرفش اللي هما الوالي بصفة عامة والمسؤول على الجهة مسرب قبل ما يخرج من الدولة من عن طريق الحكومة، هو يتبعث للإدارات الجهوية قبل ما يخرج. راهو لحد الآن احنا تعرضنا العديد من المشاكل على مستوى المحلي، وكان عندنا حتى مصادمات مع المسؤولين على القرار على مستوى جهه، ويقول لك انا نبقى نخدم به وهذا في سر نفاذ المعلومه، حتى على معلومات بسيطه معناها حتى تمشي للقسم نتاع السيس وعلى مستوى جهه ونفعلوا الصحفيين اللي ينجموا يخدموا على مستوى جهوي غاديك، لان هم عندهم عقده اصبحوا يخافوا خاصه من هل القطع ديما موجود من طرف الحكومه ان هي قاعده تتصدى بطريقه ما تحترمش حتى حقوق الانسان. راهو اش نعمل به قانون انا كي تعطيني كيما نجم نعطيك تعطيني سياره بوغاتي تجري 450 وانا تحط لي في 50 كيلومتر 3000 دودان، ما انا ما عندي ما نعمل به حتى شيء. منفعل قانون على مستوى العمل الاخلاقيات من يحترمها، على مستوى الجهوي يتم تفعيل معنا بعض الاشخاص، خلي من دون ونلقوهم بعض الصحفيين اللي يشتغلوا اللي هما يدعوا انهم التود ديونز طالع عندهم برشا، هما يفعلوا فيه الامور هذه خاطر انا ما عارف نجمت نعرفك او كارني دادريس. فما قانون لازمنا نستعملوا احنا كصحفيين ولا كناشطين في الميدان، لازم يكون عندنا دور، لازم يكون عندنا دور في التفعيل وفي التحسيس، ولازم مجتمع الجهات المانحه او البرامج هذه تكون عندها دور كبير برشا، خاطر اذا ما نفعلوش ونخلوا المنشوره ضايع او العديد من المناشير كل مره تجرى حاجه، والهرس لا موجوده كل يوم تقريبا، كل يوم هرس كل يوم موجود، ولا من يتفاعل ولا من كل واحد يضرب واحدة ولا من فما تضم فما حد شيء. شكرا.